في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الصناعات المختلفة، استقبلت الهيئة العربية للتصنيع رئيس منظومة الصناعات الدفاعية لدولة السودان الشقيقة، حيث تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع، لتلبية كافة احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بدولة السودان. بندرس مع بعض أوجه التعاون في مشروعات مشتركة زي مشروعات السكة الحديد ومصنع سماف وإمكانيات مصنع سماف في استغلالها في تدبير احتياجات وتوفير احتياجات السودان في خطوط السكة الحديد، في الصناعات الإلكترونية أيضا نفس الكلام، في صناعات محطات المياه والطاقة. الهيئة لديها إمكانيات عالية في هذا المجال ولديها خبرة وسابقة أعمال كبيرة، فالحديث كله كان متجه لهذا الكلام، الاستفادة إزاي من القاعدة الصناعية الموجودة في مصر النهاردة لصالح تطوير الصناعات الموجودة في السودان. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة احتياجات الدولتين، ومنها مشاركة الهيئة في تحديث المشروعات السودانية الخاصة بتحديث البنية التحتية ومشروعات المياه والصرف والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وتدريب الكوادر البشرية السودانية. طبعا السودان ومصر يعني تربطهم مصالح مشتركة، مصالح استراتيجية، دولتين مصير واحد، دولتين التوجه السياسي القائم توجه واحد في مصلحة مشتركة. نهاية نفتخر جدا بالقدرات الصناعية في الهيئة العربية للتصنيع، ونفتخر جدا بهذه الإمكانيات المهولة وهذه القدرات في المجال الصناعي وفي التطوير البشري، في الاهتمام بالكادر، في تقديم خدمة للمجتمع، في استيعاب الشباب، في رعاية الأعمال وتطويرها. وعقب انتهاء المباحثات قام الوفد السوداني بزيارة إلى معرض الهيئة الثابت، حيث أشاد المرغني بتنوع منتجات الهيئة والقاعدة الصناعية بها وخططها في تعميق التصنيع المحلي. أحمد بكير للتلفزيون المصري.